أحباء أبناء كنيستنا الأبطية الكاثوليكية في مصر خارج مصر، سلام المسيح معاكم. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الرابعة من حلقات أعرف تاريخك. اتكلمنا على مجموعة من عظماء كنيستنا الأبطية الكاثوليكية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم على شخص مليء بالحس الوطني، أحب مصر فأحبته كل مصر، مصري حتى النخاع في كل شيء، وبطريرك قديس خدم كنيسته بكل أمانة، وهو نيافة غبطة البطريرك الأنبا مرقس الثاني خزام. ولد مرقس خزام بأخميم سوهاج في 16 مارس 1888. التحق بالإكليريكية الصغرى بالقاهرة في 25 أبريل 1898، ثم أرسل في بعثة للكلية الشرقية التابعة لجماعة القديس يوسف ببيروت لدراسة الفلسفة واللاهوت. ترسم كاهن في بيروت في 20 أبريل 1911. بعد عودته من بيروت عينه المدير الرسولي الأنبا ماكسيموس صدفاوي راعيا لبلدة أبو قرقاس، البلد بإبرشية المنيا. فضل راعي ليها لمدة 15 سنة. امتاز خلال فترة خدمته الرعوية بالعمق اللاهوتي بقوة الحجة، لكن في نفس الوقت كان مشهور عنه البساطة المتناهية. كانوا المسلمين والمسيحيين في برقاس البلد بيطلقوا عليه راعي الكل. كان في زياراته بيزور كل البلد، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف. بعد نياحة الأنبا ماكسيموس صدفاوي والأنبا غناطيوس بارزي، عين الكرسي الرسولي الأب مرقس خزام أسقف على كرسي طيبة الأقصر ومدير رسولي لطائفة الأقباط الكاثوليك، وعينوا معاه الأب فرانسيس باستاوروس، والأب فرانسيس باستاوروس أسقف لكرسي المنيا باسم الأنبا باسيليوس باستاوروس. قبل الأسقفين السيامة الأسقفية في كاتدرائية درب الجنينة بالقاهرة في 30 نوفمبر 1926. تعالوا نتكلم عن أعمال الأنبا مرقس خزام. في الأول كمدير رسولي، بناء كاتدرائية طحطة وعدد من الكنائس في الصعيد، اهتم بإصلاح بيوت الكهنة على مستوى الطائفة، وكذلك تجديد وترميم وإنشاء المدارس الكاثوليكية. العمل العظيم اللي هيفضل مذكور لي قيامه مع الأب هنري عيروت اليسوعي بتأسيس جمعية المسيحية لمدارس الصعيد، اللي هي جمعية الصعيد اللي لحد النهاردة، وكان هدفها تقديم خدمة التعليم لأبناء الفلاحين بالمجان، لأنه كان شايف أن المجتمع المصري مش هينهض إلا لو كل أبنائه بقوا متعلمين. من أعماله العظيمة كمان لكنيستنا الأبطية الكاثوليكية إصدار مجلة الصلاح كمجلة لطائفة الأقباط الكاثوليك. قام كمان بشراء فيلتين متجاورتين بكوبري القبة لإقامة الدار البطريركية بالقاهرة. عرف عن الأنبا مرقس خزام كمدير رسولي غلطة الرسولية، عشان كده كان حريص أنه يجوب كل البلاد المصرية شمالا وجنوبا في زيارات رعوية، مش لكل رعية لكن كمان لكل أسرة قبطية كاثوليكية في كل رعية من رعايا مصر. عين قداسة البابا بيس الـ12 الأنبا مرقس خزام بطريرك للكنيسة القبطية الكاثوليكية في 9 أغسطس 1947، وعين مساعد لي كمعاون بطريركي الأنبا استيفانوس سيدروس اللي فيما بعد هيكون سيدنا استيفانوس الأول. كبطريرك سعى لتوسيع مجال الرعاية في الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ففي عهده اتقسمت إبرشية طيبة إلى إبرشيتين، إبرشية أسيوط تشمل الجزء الشمالي من إبرشية طيبة لحد نهاية الحدود الإدارية لمحافظة أسيوط، ثم إبرشية طيبة وبتشمل محافظات سوهاج وإنا وأسوان.
عين كأسقف لإبرشيط أسيوط الأب إسكندر حبيب راعي مصر الجديدة واللي اتخذ اسم الأنبا ألكسندروس إسكندر، وسلم لي رعاية إبرشيط طيبة كمدير رسولي للإبرشية. تم حفل تجليس البطريرك الأنبا مرقس خزام يوم 7 مارس 1948 بالدار البطريركية في كوبري القبة. اللقب اللي أطلقته جريدة الأهرام على الأنبا مرقس خزام واللي هو كان بيعتز بيه لقب بطريرك الفلاحين، نظر لاهتمامه بتوفير الخدمة التعليمية والطبية لكل الفقراء المصريين، مش بس من الشعب الكاثوليكي لكن من كل الشعب المصري بكل دياناته بكل طوائفه. قام غبطة البطريرك خلال فترة بطريركيته أو رئاسته للكنيسة بصيام 80 كاهن وستة أساقفة. الأساقفة اللي قام برسمتهم الأنبا جرجس البركة مطران المنيا في 16 أكتوبر 37 خلفا للأنبا باسيليوس باستاوروس، الأنبا ألكسندروس إسكندر مطران لأسيوط ومدير رسولي لإبرشيط طيبة في 14 ديسمبر 1941، الأنبا استيفانوس سيداروس أسقف معاون لغبطة البطريرك 25 يناير 1948، الأنبا إسحاق غطاس مطران لكرس طيبة في أكتوبر 1949، والأنبا بولس نصير مطران للمنيا في مارس 1950 خلفا للأنبا جرجس البركة. بعدين الأنبا يوحنا نوير أسقف مساعد لإبرشية طيبة في 29 يناير 1956. في عهد غبطة البطريرك أصبح عدد الأقباط الكاثوليك يزيد عن 120 ألف. ليه رسم 80 كاهن؟ لأن زي ما قلنا في حلقة سابقة كانت كل الرسمات بتتم من خلال غبطة البطريرك، وكان توزيع الكهنة توزيع بطريركي وليس توزيع إبرشي، فكانت الكهنة بتتم صيامتهم في نهاية العام الدراسي في الكلية الإكليركية، ويقوم غبطة البطريرك بتوزيعهم على أماكن الاحتياج في الخدمة الكهنوتية في كل مصر ما كانش مرتبطة بالإبرشيات. انتقل الأنبا مرقس خزام للأمجاد السماوية في 2 فبراير 1958، ودفن جسمانه بكاتدرائية درب الجنينة، ثم نقل إلى كاتدرائية مدينة نصر. طبعا لجانب كل أعمال الأنبا مرقس خزام العظيمة، مشهود له بقداسة السيرة، وبالفعل الناس في بورقاس البلد من وهو كاهن عايش في وسطيهم كانوا بيلقبوه بالكاهن القديس لاهتمامه بالفقراء وخدماته السرية اللي كان بيقوم بيها مع الفقراء بدون ما حد يشعر بيه، وخدماته لكل الناس. وهو بطريرك وهو مدير رسولي وهو أسقف لطيبة كمل بنفس السيرة العطرة سيرة القداسة. بنطلب صلاته، بنطلب شفاعته من أجل كنيستنا، وشكرا.